الاسطبلات الازرق. عددوا لنا المهر الله يرضى عليك. جراح ايضا يدخل ارضيه الميدان. ابن كيزي ابن سودان. الام بنت ماجنوم سايكي. الملك بلال قطيفان. مدرب عمر حسون. القياده ستكون لعمر حسون. صخرة الأقصى أيضا داخل أرضية الميدان. برق البريق وتحرير الأقصى للمالك عبد الله بن رساعت أبو إبراهيم. المدربين اسطبلات الحلاس ستكون بقيادة الخيال مالك سواعد. حبايبنا الخيالة الله يرضى عليكم. يعني زين الأيالز يدخل أرضية الميدان. ابن الأيالز ابن الأيال. الأم بنت ترو سيرين للمالك عوني كعبية. المدرب أيضا عوني كعبية وسيكون بقيادة الخيال الكبير زنور. ما شاء الله زين الأيالز. الفحل الأيالز ابن الأيال. ما شاء الله تبارك الله. الملك والمدرب عوني كعبية من الكعبية كما ذكرنا سيكون بقيادة الخيال زنور. إذن صخرة الأقصى ما شاء الله تبارك الله. بنت الفحل برق البريق الأم تحرير الأقصى للمالك عبد الله مرسات أبو إبراهيم من عبلين. المدربين اسطبلات الحلاس ستكون بقيادة الخيال مالك سواعد. ما شاء الله تنطلق بعملية الإحماء صخرة الأقصى. حبيبنا الفرسان ينطلق الآن بعملية الإحماء. ابن كيزي ابن سودان اللون. الأم بنت ماجنوم سايكي للمالك بلال قطيفان من اللد. المدرب والخيال عمر حسون. ما شاء الله عليك عمر حبيب قلبي. عليكم السلام. أهلا وسهلا بلال يحيى الله. زين الأيالز أيضا ينطلق بعملية الإحماء مع الخيال زنور. زين الأيالز ابن الأيالز وبنت تروسيرين. المالك والمدرب عوني كعبية. محمد الفتحي على صهوة كاريزما بنت فؤاد وبنت محب. المالك حمزة الجمال. المدرب حمزة. القيادة لمحمد الفتحي. رأفت الوحواح على صهوة دينار كلاسيك. دينار ابن كلاسيك رشيد وصخرة بنت نفاتة. للمالك عدنان حجاج. المدربين اسطبلات المدريد. ما شاء الله تبارك الله. قال يا سطور ابويا. حبايبنا الله يرضى عليكم اللي ما قبل وبعد خط النهايه الرجاء الابتعاد عن ارضيه الميدان. الله يسعدكم. كما ذكرنا طبعا ربع ساعه فقط ما بين تتويج الكؤوس واطلاق الخيول المجموعه اللي بعدها. ربع ساعه فقط للتجهيز والتعديد. يلا ياس. نجمة شاكير بنت الفحل بريق شاكير. الأم أسيل الفانتوم بنت فانتوم أونيل. للمالك أبو النايف من عيلوط. المدربين اسطبلات الأزرق. قيادة لأياس أبو جبل. ما شاء الله عليك أياس. انطلاق امامنا ايضا صدام الخيل بقيادة صاحب الحنجرة الذهبية بزيو. صدام الخيل ابن بريق الهيال. الام شهيرة للمالك ابو عدي. المدرب عدي. القيادة لبزيو. اسمع على ارضية الميدان وتعديدها ايضا. حبايبنا جمهورنا الكريم اللي ما قبل وبعد خط النهاية الرجاء الابتعاد من ارضية الميدان. حبايبنا لجوا شوي لجوا. يعني هاي مهار مهار صغيرة قليلة الخبرة خليها تركض شوية بدون خوف بدون تخوف في المستقبل. طبعا
إخواني ينطلق الشوط الثاني على بركة الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، انطلاقة موفقة للمجموعة الثانية. صخرة الأقصى مع مالك سواعد متصدرة هذا الشوط هي وزين الأيال زماز النور. ما تزال صخرة الأقصى مع مالك سواعد متصدرة هذا الشوط. جراح من الخارج مع عمر الحسون. أياس أبو جبل مع نجمة شاكير ترقب إلى مراتب الرابعة. ما شاء الله تبارك الله صخرة ما تزال متصدرة هذا الشوط مع الخيال مالك سواعد. زنور مع زين الأيال ينطلق الآن ما بين المنعطفين، بل هو عمر مع جراح. جراح الآن متصدر هذا الشوط. الأمهار والمهرات بقبالة دخولهم الخط المستقيم. يا سلام صخرة الأقصى وجراح رأسا على رأس. صخرة الأقصى وجراح رأسا على رأس. نجمة شاكير تندفع من الداخل مع ياس أبو جبل. دينار كلاسيك ما شاء الله تبارك الله بالأمطار الأخيرة. دينار كلاسيك وجراحة. يا سلام دينار كلاسيك وجراحة. دينار كلاسيك وجراحة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. دخول ثنائي رائع. يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار. الله يحميكم الله يحميكم الله يحميكم. خير ان شاء الله. خير خير خير. ابو المروان محمد همام ابقى معنا لتتويج كؤوس هذا الشوط، احد اداري مهرجانات وسباقات ميدان المطار. يا حضار هنا على ارضية ميدان طمرة، حيث ان حصل على المرتبة الاولى في هذا الشوط بطل هذا الشوط بترحيب وتصفيق طبعا لدينار كلاسيك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دينار كلاسيك ابن كلاسيك رشيد وصخرة بنت فتى للملاك عدنان حجاج ومحمد ابو جعفر مدربين اسطبلات المدريد مع المدرب الكبير ابو موسى من اسطبلات المدريد. المرتبة الثانية لجراح ابن كيزي بن سودان الون الون بنت ماجنوم سايكي للمالك بلال ابو قطيفان، والقيادة والتدريب لعمر الحسون. تصفيق حار لخيالة اللد. مبروك المبروك لفرسان اللد. اهلا وسهلا بكم على ارضية ميدان المطار. ما شاء الله دينار كلاسيك انطلق رابعا، خلص الفارق مع الخيال رافت الوحواح بالامطار الاخيرة. ما شاء الله عليه تبارك الله. جراح ايضا اللهم صل على سيدنا محمد. حبيبنا ابعد من الخيل عن بعض، ابعدون عن بعض، افتح المجال طبعا للخيل. جمهورنا الكريم. مرتبة ثالثة لكاريزما. كاريزما بنت فؤاد وبنت محب. ملك حمزة الجمال مدرب ايضا حمزة. القيادة كانت الخيال محمد الفتحي. كاريزما انطلقت متأخرة مع بعض الشيء إلا أنها قلصت الفارق نحو المراتب الثالثة. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله تبارك الله. كاريزما اسم على مسمى كاريزما. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد.